السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بناتي الغاليين، وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو نزلته، وبشكركم جدا سؤالكم علي وتعليقاتكم الحلوة، انكم دايما تسألوا علي وتقولوا فين فيديوهاتك يا ام عادل. معلش يا حبايبي انا ظروف يعني، ان شاء الله بإذن الله، بس انتظروا روتين الفيديو اللي جاي ان شاء الله بإذن الله، هيكون تاني يوم هنزلكم الفيديو دي، يعني فيديو هيعجبكم جدا جدا جدا. بس كده ما تنسونيش في لايكاتكم الحلوة وتشجيعاتكم الحلوة وتعليقاتكم الحلوة. شوف يا ست الكل، فيديو النهاردة عبارة عن دعاية او اعلان لظهور الزينة اللي هي او ورود اللي هي الزهور العطرية، اشجار اللي هي الاشجار العطرية ورود دي بتمشي الذباب والناموس زي ما حضراتكم شايفين، عليها عروض جامدة جدا، فقلت لازم اقولها لكم ولازم تستفادوا بالعروض. بصي يا ست الكل انتوا اهي، اي شجرة من اللي انتوا شايفينه ده او اي زهرة او اي وردة بالفازة بتاعتها او من غير الفازة بتاعتها، طبعا الشجرة من غير فازة والورود بفازة، اي واحدة في الموجود ده كله والاشكال والانواع اللي انتم شايفينها دي بعشر جنيه بس، اي واحدة بعشر جنيه بس، ممكن تجيبوها كده تتجروا فيها تكسبوا فيها تلكم مكسب حلو، وممكن بردك لو احتجتوها بردك لزينة للمنزل عنديكم بردك حلوة وجميلة. شوفي عسلين انتو هي، انا هقولكم ده السعر لكم انتو، تقولوا من متابعين ام عادل هتاخدوا الواحدة بعشرة جنيه، يعني هي برة بتتباع بخمسة وعشرين جنيه، شايفين الورود يعني جميلة جدا، هي برة بتتباع بخمسة وعشرين جنيه وفي بيبيعها بتلاتين وخمسة وتلاتين، بس انتوا قولوا من متابعين ام عادل وهتاخدوها بعشرة جنيه بس. بص العنوان يا ست الكل، طبعا محافظة سوهاج، مركز البلينة، قرية برديس، المعيصرة، الجزيرة، عند الشيخ خلف. هكتب لكم بردك العنوان على الفيديو، تروحوا كده وتطلبوها وان شاء الله باذن الله نرضاكم، ممكن تجروا فيها مكسب حلو ليكم جميلة جدا، يعني اللي حابب يعمل مثلا منها مشروع حلو خالص وجميل. هكتب لكم العنوان واسيبكم كده مع الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.